دكتورة ريتا اتفضلي. ميرسي جدا قدسي ابونا، المحاضرة دي كثيفة وفيها حاجات كتير جدا، وانا عندي اسئلة كتيرة جدا، بس انا عايز اعرف قبل القرن ال15 الكنيسة الشرقية بتاعتنا ما كانش فيها ال7 اسرار؟ أيوة، الدليل على هذا دليل بسيط جدا، هو أن القس شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر في كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، وده أهم مصدر طقسي في الكنيسة القبطية، كتب هذا الكتاب سنة 1321 ميلادي، وهو تنيح سنة 1324 ميلادي، يعني كتب هذا الكتاب المهم جدا قبل أن يحتو ب3 سنوات في الربع الأول من القرن 14 الميلادي، ولم يذكر أن أسرار الكنيسة 7، لكن أكتر من كده ما كانش بيحدد، وده انتقل إلينا من الغرب في غضون القرن 16 أو 15 الميلادي. البابا كيرلس ابن لقلق كان بيتكلم عن أعياد سيدية كبرى وأعياد أخرى تضاهيها. كلمة صغرى ما كانتش موجودة إلا مؤخراً في القرون المتأخرة، لأن ما فيش حاجة اسمها عيد سيدي صغير، ده تعبير نحاول نستوعبه نلاقي حاجة غريبة، يعني مثلاً خميس العهد بيعتبر عيد سيدي صغير، العيد اللي أسس فيه السيد المسيح سر الإفخارستية اللي هو سر الأسرار اللي احنا بنسميه خميس العهد أو الخميس الكبير اللي من عنده يبدأ عهد الجديد، وما قبله هو العهد القديم، ده يبقى عيد سيدي صغير. دي مسميات ما كانتش موجودة قبل القرن 15. أول ذكر يذكر أعياد سيدية كبرى وأعياد سيدية صغرى كان مؤرخ مسلم هو المقريزي في القرن 15 الميلادي، وقبل المقريزي ما عندناش مصدر يذكر أعياد سيدية صغرى.